بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقالوا قلوبنا في أكنة فاعمل إننا عاملون. قل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. خلق الأرض
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما وذلكم ظنكم الذي
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما
ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير أفمن يلقى
قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام إليه يرد علم الساعة ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضر ليقولن هذا لي بكل شيء.